سانت كاترين تنفع مصيف. امبارح كان 1 يونيو، ودرجة الحرارة العظمى كانت 25، ودرجة الحرارة الصغرى 12. امبارح كنا لابسين شتوي واحنا نايمين. انا هنا في مكان اسمه الكويز في سانت كاترين وسط شجر الزيتون. الشجرة الطويلة دي لسه بنسأل عنها، عايزين نعرف نوعها ايه، بس كل اللي تحت ده شجر زيتون. هنا في كاترين وسط الجبال من غير كهرباء من غير حاجة، مجرد ضوء القمر، بنفطر ونصلي تراويح ونتهجد ونقضي الليلة وسط الطبيعة. مكان هادي جدا، الأصوات اللي انت بتنساها في المدينة، أصوات الطيور، صوت الرياح مع ورق الشجر. وإنك تملى صدرك بهواء نظيف. الجبال أكتر حاجة من مخلوقات ربنا بتحسسني بقدرته وبعظمته وبضالتي وصغري وسط الكون الكبير ده، وصغر أي حاجة، صغر مشاكلي، صغري أنا شخصيا قدام قدرة ربنا. ايوه الله حلو الله. الاداء ده اهو لما حاطينه في الهواء كان هيسعد. نعم يا اختي. السفر لكاترين وللصحراء عموما بيخليك تدرك انك تقدر تعيش من غير كماليات كتير انت كنت فاكرها اساسيات في حياتك، ولما ترجع لبيتك من السفر تحس بالنعم الكتير اللي حواليك وانت مش واخد بالك منها. اللحظات الاخيره قبل الفطور.